على النار عشان ياخد وقته ويستوي معانا. مقادير الرز الابيض على الشاشه، معايا شوربه سمك طلعتها من رؤوس السمك، معايا طاسه على النار او حله هعمل فيها الرز، بحط فيها معلقتين زيت، معايا حبهان وورق لورو. بعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد الورق اللورو مع الحبهان اديله تحميره حلوه عشان يديني الطعم. اخد الرز بتاعنا الحلو ده كده واشوحه مع البهارات اللي هو الحبهان مع ورق اللورو ده الطبيعي. شويه رز حلوين، نقلب الرز كده اهو، الرز هيطلع معايا كانك بتعملي كوبايه شاي. حبهان زيت، حبهان وزيت. رز السمك يتعمل بالزيت، ممكن تحط له مكعب زبده اختياري. شرب الحبهان وشرب ورق اللورو وشويه الملح الحلوين باطراف اصابع ايدك. حلو الكلام. يلا بينا ننزل بالشوربه بتاعتنا الجميله. هو ده اهم حاجه، اهم حاجه شوربه السمك هنا. خلي بالك لا ممكن يحصل ان في شوك ينزل مع الرز، الاطفال هنا مدين الامان، فخلي بالك تستخدمي مصفاه ناعمه، مصفيه العصير. شفت انا هعمل ايه اهو؟ هو ده هو ده هو ده. اللهم صل على النبي. خلص الرز زلزال، نقلبها تقلبه كده. الله، هو ده. مدرسة المغازي بتقول ايه في تسوية الرز؟ ممكن تكوني طباخة شاطرة، ممكن تكون شيف شاطر جدا، ممكن تعملي الديك الرومي وانت زي الفل وتعملي خروف وكل حاجة، بس تيجي تعملي شوية رز أبيض مع أكلة سمك ما يطلعوش مظبوطين معاكي. يا إما الرز يطلع معجن، يا إما الرز يطلع حبة وحبة، يا إما يطلعش مستوي. أقوم أعمل إيه؟ الحاجات اللي بنخطأ فيها إن إحنا نوطي النار على الرز قبل ما يغلي. أنصحك طالما بتهدي النار على الرز اطلع على الرز بعد ما تشوف الحلة قدامك بتغلي، دي رقم واحد. رقم اتنين، بتغسلي الرز وتصفيه من ميته. اوعي تسيب الرز في الميه، الحاجات اللي بقولها دي جوه تفاصيل الاكله. شيف المغازي يتميز بان هو بيخش جوه تفاصيل الاكله وهي بتتعمل، حتى لو رز ابيض. الرز الابيض يا اختي يا عروسه يا اللي لسه مبتدئه في المطبخ، عشان حماتك ما تبقاش قاعده على الاكل وتضحك من تحت لتحت وتقول البنت ما عرفتش تعمل رز. لا، البنت طالعه شاطره زي امها ما تقلقيش، وتعلمت من الشيف المغازي. الرز المصري بالذات يتغسل ويتصفى من ميته ويتحط على جنب، وتيجي تعمليه زي ما عملت دلوقتي، تكون الشوربه عندك بتغلي او الميه بتغلي، شواح الرز مع حبهان ورق لورو معلقه زيت لو بتعمليه السمك، وبعدين تحطي الشوربه بتاعتك او الميه المغليه. انت لازم تكوني شطوره في المطبخ زي ماما. شفت شويه الرز كمان طلعوا معايا ازاي؟ وانا واقف بلعب كده على ايه؟ على النار. شفت التفاصيل دي كده؟ ما اقعدش بقى احمر السمك والكفته وانا لسه ما عملتش الرز خالص. رز بيستوي على النار وانا واقف جنبه. نغرف الرز هنا، نغرف الرز هنا في المركب دي، لان الكل هياكل منه. الرز ده هيكون هو سيد السفره مع الصياديه اللي طلعت من الفرن. اللهم صل على النبي. بسم الله. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الله. اذا انا بحطه وهو بيديكي شق القمر، يعجن ازاي؟ يعجن لما انا احطه كده وتلاقيه عامل زي الايه؟ زي اللي شفت حبات الرز؟ بتنط من الطبق. بالحبان، ورق اللورو، الهيل، مش محتاج اي برزنتيشن. ألف أنا وشيفة للي ياكل. أهم حاجة تعملي شوية رز زي دول، الخطوة الأولى تجيبي كيس الرز وتغسلي الرز مرة اتنين تلاتة وتصفيه بالمية جيدا وتحطيه على جنب لمدة 10 دقايق. دي خطوة أولى. الخطوة التانية ودي مهمة، تكون المية بتغلي عندك اللي انت هتعملي بيها الرز او الشوربه،